مرحبا اصدقاء القراء اهلا بكم كيف حالكم اليوم هل انتم مستعدون لقصه جديده وانا ايضا مستعده هيا نقراها سويا عنوان قصه اليوم جحا في دار البخلاء كان جحا مسافرا وفي الطريق هبت عاصفه شديده فخاف ان يناله شر واخذ ينظر حوله باحثا عن ماوى راى جحا بيتا ريفيا على بعد فقصد اليه وطرق بابه متسائلا هل يوجد احد هنا فتح له صاحب الدار وساله عما يريد قال جحا اريد ان احتمي بدارك حتى تسكن العاصفه قال الرجل تفضل كان الرجل يعيش مع زوجته في هذه الدار ولكنه كان بخيلا جدا لا يجود على محتاج برغيف ولا بجرعه ماء فلما حان موعد العشاء ترك جحا جالسا وحده وصحب زوجته الى غرفه اخرى فتعشيا وشبعا وبعد قليل عادا الى جحا يتحدثان اليه وشعر جحا بالجوع ولم يكن معه شيء يؤكل فاراد ان يطلب بعض الطعام ولكنه خجل فسكت متالما اشتد بجحا الجوع ولم يطق عليه صبرا واراد ان يشعرهما بحاجته الى الطعام دون ان يطلب شيئا واخذ يفكر في وسيله قال جحا ان الانسان يشعر بالجوع في الشتاء اسرع مما يشعر به في الصيف ولكنهما تجاهلا قصده وقال الرجل نعم هذا حق ولكن كثيرا ما يكون الشعور بالجوع كاذبا وخير للانسان ان يجوع من ان ياكل وهو في غير حاجه الى الطعام فهم جحا من هذه العباره انه لا مطمع له في الحصول على شيء من الطعام في هذه الدار وخاف ان يؤذيه الجوع فقال في نفسه لابد ان هناك وسيله اخرى قال جحا هل شربت ذات مره حساء الحجاره فقال الرجل وزوجته في صوت واحد حساء الحجاره اننا لم نسمع بهذا اللون من الوان الحساء قبل اليوم قال جحا انه حساء لذيذ الطعم من ذاقه مره لم يجد بعده حساء الذ منه فاشتاقت زوجه الرجل لمعرفه هذا الحساء وقالت كيف يصنع هذا الحساء قال جحا أه انني لا احسن وصفه ولكن استطيع ان اصنعه لكم اذا اردتم الان قالت أه نعم نريد ان تصنع لنا حساء الحجاره كي نذوقه قال جحا اذا هاتي لي قدرا وبعض قطع من الحجاره لاصنعه لكم فاحضرت المراه قدرا وبعض قطع من الحجاره اخذ جحا الحجاره فغسلها بالماء حتى صارت نظيفه تماما ثم جعلها في القدر وملا القدر ماء ووضعها على النار فلما اوشك الماء ان يغلي قال لهما الان نضع في القدر بصلا فاحضرت له المراه بصلا ثم قال والان نضع لحما فاحضرت له المراه اللحم ثم قال الان نضع بعض حبات البطاطس فاحضرت وضعها جميعا في القدر ترك جحا القدر على النار حتى نضج اللحم والبصل والبطاطس والرجل وزوجته ينظران اليه ليريا كيف يصنع حساء الحجاره فلما عرف جحا ان كل شيء قد نضج قال لهما الأوعية والملاعق فلما أحضرت المرأة الأوعية ملأ جحا لنفسه وعاء من الحساء واللحم والبطاطس والبصل وهو يقول لهما خذا ما بقي في القدر فذوقاه فإنه حساء الحجارة لا نظير له في لذة المذاق ولم يكن في القدر وقتئذ إلا الحجارة وانتهت قصتنا لليوم هل اعجبتكم اصدقائي اخبروني ما اكثر شيء اعجبكم في القصه شكرا لكم على استماعكم والى اللقاء في المره القادمه ان شاء الله